Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Eka Dewi Dari kelas 84 Saya akan membacakan surah Al-Basa A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Abasa wa tawalla Anja'a أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يغشى فأنت عنه تلحى تذكره فمن شاء ذكره في صغف مكرمه مرفوعه مطهره بأيدي سفره كرام برره قتل الانسان ما اكفره من أي شيء غلقه من نطفة غلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أغشره كلا لما يقدم أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقدبا وزيتونا ونغلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصخر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ لكل منهم يوم ذي شأن. وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبره ترحقها قدره اولئك هم الكفره فجره صدق الله العظيم